حياد مناخي، انبعاثات أقل، ووقف تغير المناخ، الجميع يريد ذلك. إنه المناخ، حياده وتغيره والحفاظ عليها، هذا هو الهدف الذي نعمل جميعاً من أجله. تظهر نظرة على رفوف المتاجر أن الحياد المناخية يعني المنتجات العضوية الجديدة، العديد من المنتجات عليها هذه العلامة. الحياد المناخي بالطبع مصطلح فضفاض، ويجب أن يكون هدفنا الأسمى أن نعيش بشكل محايد مناخياً ومستدام. لكن هذا المفهوم مثير للجدل، المصطلح غير محمي قانونياً، هل هذا ممكن؟ الحياد المناخي؟ لا أستطيع تصور إمكانية ذلك في جميع المعاملات الاقتصادية. في لودنشايد يقوم زورن بروندجينز وابنه اليوم بزراعة الأشجار من أجل المناخ، وهو يفعل ذلك منذ ما يقارب 20 عاماً. فمن خلال شركته بلانت ماي تري يشتري أراضي في جميع أنحاء ألمانيا من أجل إعادة تشجيرها، وهذا يمكن الأفراد من معادلة ثاني أكسيد الكربون وتعويضه بإجراءات تقلله عبر الشركة. التكلفة 175 يورو في السنة. في المقابل يقوم بروندكينز وفريقه بغرس 12 شجرة. نجري حالياً تحويلاً بيئياً للغابات من خلال زرع النباتات فيها، ونتطلع إلى أن نكون قادرين على خلق ما من شأنه أن يزيد من حيز العيش والأكسجين للأجيال القادمة. الغابات تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في إطار عملية التمثيل الضوئي، وتخزن الكربون في كتلتها الحيوية، وتطلق الأكسجين مرة أخرى، وهذا جيد للمناخ. يعتمد مبدأ المعادلة على تعويض غازات الاحتباس الحراري بالأكسجين، يجب أن يساعد ذلك في توازن المناخ. لهذا السبب تمول العديد من الشركات مشروع بروندكينز الذي يعمل على معادلة ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه الشركات، وهو يكسب المال من كل شجرة تباع. عملاؤه متنوعون من الخباز إلى الشركات الكبيرة، فما هو دافع هذه الشركات؟ بالطبع هناك شركات تدعي أنها تفعل ذلك من أجل الطبيعة وكذلك من أجل تحسين صورتها. الدوافع متنوعة، وأقواها بالتأكيد هو حب الطبيعة، لأن الجميع على قناعة بأن شيئاً ما يجب أن يتغير الآن. علينا أن نفعل شيئاً، وزراعة الأشجار وسيلة رائعة. يمكن للشركات استخدام شعار المساهمة في إعادة التشجير كإشارة إلى التزامها، سواء كان ذلك من أجل تحسين الصورة أو عن قناعة بأن إعادة التشجير تساعد الغابات في ألمانيا. وهذا أمر مؤكد، ففي العديد من الأماكن لا تسير الأمور على ما يرام. غابات التنوب المجاورة لمنطقة لودنشايد موبوءة أيضاً بخنفساء اللحاء، وقد يتم إزالتها. في الجوار يقوم الفريق بزراعة غابة مختلطة، خطوة معقولة نحو الحياد المناخي. لكن ما هو الحياد المناخي؟ مجلس المناخ العالمي يصفه على النحو التالي: الحياد المناخي هو حالة لا يكون فيها للأنشطة البشرية تأثير صاف على المناخ، والمقصود كل نشاط اقتصادي يقوم به الإنسان يطلق ثاني أكسيد الكربون. ولكي تنخفض هذه الانبعاثات إلى الصفر، يمكن معادلة الانبعاثات أو تقليلها. على سبيل المثال، بمساعدة النظم البيئية كالغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه. ولكن ما كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها شجرة واحدة؟ من الصعب تحديد الكمية المخزنة في كل عام، لأن هناك العديد من العوامل التي تعتمد على ذلك، ككمية المطر مثلاً. من أجل التمثيل الضوئي نحتاج إلى المطر وإلى الماء، ثم يجب ألا يكون الجو شديد الحرارة،
والشجرة تبدأ في امتصاص كميات كبيرة بعد 8 إلى 10 سنوات. تحتاج هذه الشتلات إلى بضع سنوات أخرى لتطوير قدرتها التخزينية، كما يلعب الطول والقطر وكثافة الخشب أيضاً دوراً مهماً، بمعنى آخر نوع الأشجار. وهناك حسابات نموذجية تعطينا معلومات دقيقة حول كمية الكربون التي تخزنها الشجرة. من المفترض أن تكون شجرة زان جيدة في سن 80 قد امتصت ما يزيد قليلاً عن طن من ثاني أكسيد الكربون. تمتص الشجرة حوالي 12 كيلوغراماً ونصف من غازات الاحتباس الحراري في كل عام. إذن يفترض زرع 80 شجرة زان لتعويض طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عبر الأشجار. للمقارنة، نحن الألمان نتسبب سنوياً في 11 طناً من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد. لتعويض ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 800 شجرة زان لكل شخص. المهم أن يكون عمر كل شجرة 80 عاماً على الأقل. هذا ممكن بالنسبة للشجر، فهناك عينات يزيد عمرها عن 300 عام. إذن لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن تعيش الأشجار لأطول فترة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يحترق الخشب أبداً وأن لا يتعفن. من الواضح أن استخدام الغابة كإجراء توافقي يصعب حسابه. في جامعة برلين التقنية، يبحث عالم البيئة البروفيسور ماتياس فينك باينر في كيفية قياس الاستدامة والتوافق البيئي، وهو يرى أن أكبر مشكلة هي التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل نهائي من الغلاف الجوي. كيف أتأكد من أن ثاني أكسيد الكربون الذي جرى امتصاصه من الهواء سيظل مختفياً إلى الأبد؟ من يضمن لي أنه لن تزال الغابة بعد ذلك؟ وفي اللحظة التي تقطع فيها أشجار الغابة، يعود انطلاق ثاني أكسيد الكربون مجدداً. يدرك بروندكنز وفريقه هذه الصعوبة، وبالتالي فإن الأراضي المشتراة مملوكة لمؤسسة أسسها خصيصاً لمنع الأشجار التي تم غرسها من الاستخدام في مرحلة ما، على الأقل طالما المؤسسة موجودة. إذن عندما يتعلق الأمر بغرس الأشجار، يتضح أن الحياد المناخي لن يكون بتلك البساطة. بغض النظر عن ذلك، نجد هذا المصطلح في كل مكان، مثلاً في المتاجر. هناك أطنان من المنتجات التي توصف بالإيجابية للمناخ، أو المحايدة لثاني أكسيد الكربون، أو حتى المحايدة مناخياً. لكن ما الذي يختفي وراء ذلك؟ على ما يبدو، وعد من قطاع الصناعة أن يكون لكل منتوج توازن مناخي. الفكرة في النهاية هي تقليل الانبعاثات قدر الإمكان، ثم معادلة ما تبقى بطريقة ما. لكن كيف يمكننا قياس ذلك؟ وما هي الانبعاثات التي أدرجت في الحسابات؟ وما هي الاحتمالات التي يمكن حسابها من أجل الوصول إلى خفض للانبعاثات؟ لسوء الحظ لم يحدد ذلك بعد. إذن معنى عبارة محايد مناخياً بالنسبة للمنتجات ليس واضحاً، لذلك يمكن للشركات أن تخفض انبعاثاتها حسابياً إلى الصفر بطرق مختلفة للغاية، لكن لن نتمكن من مراقبة ذلك بشكل صحيح. حقيقة أن هذا المصطلح لا ينظمه القانون أو حتى المعايير المعتمدة يمثل مشكلة بالطبع، فهناك مفاهيم مختلفة لهذا المصطلح. هذا يعني أنني كمستهلك، إذا ما أعلن عن منتج ما تحت هذا المصطلح اليوم، فأنا لا أعرف حقا مكوناته. هناك طبعا حلول توصف بالرخيصة، فهناك من لا يبذل في منتوجه أي جهد على الإطلاق لتقليل الانبعاثات، ثم هناك آخرون يبذلون جهودا كبيرة حقا، لكن منتجاتهم على الرفوف تحمل نفس العلامة. الحياد المناخي هو وعد، أو بالأحرى ادعاء. صناعة السلع الاستهلاكية تفعل ذلك طواعية، بصرف النظر عن بعض المجالات مثل التنقل والصناعة الثقيلة والوقود الأحفوري. لا يوجد التزام قانوني لتقليل الانبعاثات، فلماذا تريد الشركات الظهور بهذه العلامة؟ ماركوس تسانير هو مدير للشركة العائلية التي تحمل الاسم نفسه. تنتج الشركة قفازات منذ أكثر من 50 عاماً،
ومنذ 3 سنوات تصف الشركة نفسها بأنها محايدة مناخياً. ما الذي تريد تحقيقه بذلك؟ ربما تريد توسيع قاعدة العملاء؟ هذا أمر مهم، فعلامة الحياد المناخي غير معروفة حتى الآن لدى معظم المستهلكين. ثمة استطلاع يفيد بأن حوالي 21% فقط من المستهلكين يهتمون حقاً بدعم شركة محايدة مناخياً أو شراء منتجاتها. وقرار العمل في هذا الاتجاه هو بالنسبة لي استراتيجية مستقبلية. عندما قرر ماركوس تسانير جعل شركته محايدة مناخياً، كان ابنه في 4 من عمره. فكرت حينها أنه لو صار ذلك فعالاً في الجيل الثالث، فسأترك ورائي شركة تفكر أيضاً في الأجيال القادمة وفي بيئتنا. من الواضح أن السبب بالنسبة لتسانير هو قناعته، لذلك بدأ طوعاً عملية طويلة وصعبة. حالياً هناك عملية جرد الانبعاثات السنوي. في هذه العملية يتم فحص جميع خطوات الإنتاج الخاصة بالشركة. لقد تم العمل بذلك هنا لأول مرة في عام 2018. القائمة الكاملة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون أمام عينيه. كانت تلك نتيجة حاسمة لماركوس تسانير. في البداية شعرت بالصدمة، يا إلهي، كل ما نقوم به كارثة، أليس كذلك؟ لكن لا توجد طريقة أخرى. كل طرق الحياة، كل أنواع العمل، كل نوع من الاقتصاد يولد ثاني أكسيد الكربون. لقد كان هذا هو الدرس الرئيسي الذي تعلمته، والشيء المهم هو أن نتعامل مع الأمر بوعي. بالنسبة لتسانير، فإن الوعي يعني أولاً وقبل كل شيء تقليل الانبعاثات قدر الإمكان في الإنتاج وإدارة الشركة. وبالنسبة لثاني أكسيد الكربون المتبقي، فهناك مستشارون خارجيون، مثلاً شركة كلايمت بارتنر من ميونخ. موريتس ليمكول هو المؤسس ومدير الشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات المعتمدة في ألمانيا. هناك الكثير من هذه الشركات التي تقدم خدمات استشارية في مجال الحياد المناخي. إنهم يوجهون ويفحصون ويوصون بالإجراءات المناسبة ويمنحون علامة تجارية. التقييم يأتي أولاً، أي أن نعرف مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكل ما يتعلق بالمنتج. الخطوة الثانية هي معرفة أين يمكن تقليل أو تجنب هذه الانبعاثات. ما هي المجالات التي تبدأ فيها على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ مثلاً في التعبئة والتغليف واللوجستيات. مواد أخرى. هكذا تمكنت شركة تسانير من تيرول المصنعة للقفازات من تقليل بعض انبعاثاتها الضارة بالمناخ حسب تصريحاتها، على سبيل المثال من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها أو باستخدام الفلين، وهو مستدام لأنه ينمو مرة أخرى. لكن على الرئيس أيضاً إعادة التفكير في مجالات أخرى، فالشركة تنتج في النمسا وألمانيا وأيضاً في الصين وفيتنام، وسلاسل التوريد طويلة وتستهلك الكثير من الطاقة. الخدمات اللوجستية هي بالطبع مشكلة، ونقوم حالياً بتحويل مركباتنا إلى مركبات كهربائية بنسبة 100%، وسنقلل من ذلك بشكل كبير، وسنخفض أيضاً وبشكل كبير في المستندات الورقية. ولكن في أي مجال وإلى أي مدى تقلل الشركات من الانبعاثات وإلى أي مدى يتم تعويضها؟ هذا يبقى قراراً خاصاً بالشركة، فلا شيء ينص عليه القانون هنا أيضاً. بالنسبة للبروفيسور ماتياس فينكباينر، تعد هذه إحدى المشاكل الرئيسية فيما يسمى بالحياد المناخي، إذ من المكلف حقاً إنشاء بيانات شاملة لانبعاثات الشركات أو المنتجات، ثم تقليل الانبعاثات بشكل فعال. أرى أن تقييم توازن بيئي موثوقاً به علمياً يتطلب مجهوداً كبيراً، وإذا أردنا أيضاً معرفة مصدر المواد الخام فهذا يضاعف الجهود، وحتى مع المنتجات البسيطة نسبياً والتي قد تتكون فقط من مكونين أو 3، فإن تكلفة هذا الجهد الكبير قد تبدأ من 10,000 يورو. وبعض موفري معادلة ثاني أكسيد الكربون الذين يكسبون أيضاً من ذلك ليس لديهم مصلحة في موازنة
موازنة عالية الجودة، أي أنه يتم التخلي عنها كلياً لأن العائد الاقتصادي يتحقق من خلال بيع شهادات معادلة ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للبروفيسور، هناك شيء واحد واضح: الشركات الاستشارية تكسب المال ليس من تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بل عن طريق معادلته. من خلال ما يسمى بشهادات المعادلة، تشير إلى أن كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون قد تم تعويضها في مكان ما، وغالباً في بلدان ناشئة. المشكلة أن نفس الشركة الاستشارية غالباً ما تقوم بموازنة ثاني أكسيد الكربون وتقديم الشهادات. ما زلنا نرى حالات بين الشركات الرئيسية في السوق حيث يتم وضع موازنة بسيطة، لأن التركيز لا ينصب على فوائد تقليل الانبعاثات، بل ببساطة على قيمة معادلة ثاني أكسيد الكربون. ومنهم من يبيع شهادة المعادلة في نفس الوقت. ليس كل من في السوق سيئا تماما، لكن هناك بالفعل العديد من الناشطين الذين ما زالوا يخططون كل هذه المراحل بطريقة مبسطة للغاية. شركة كلايمت بارتنر ومديرها موريتس ليمكول تقوم أيضاً بترتيب شهادات المعادلة، وبالتالي تساعد العملاء في الحصول على علامة محايد مناخياً. الحياد المناخي بمثابة رحلة. اليوم نحن نوازن ونحدد الأهداف ونخفض ونتجنب ونعادل كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. بالطبع يجب تقليل هذه الكمية التي يجب معادلتها لأننا نستمر في التخفيض، خاصة لأننا أدخلنا ما يسمى بإدارة التغيير. نحن نتعامل مع موردين ومع كل الإجراءات، ولا يجوز أن يقتصر الأمر على عمليات الموازنة والمعادلة. حياد المناخ كعملية مستمرة. من الواضح أن ماركوس تسانير فهم هذا المبدأ. الشركة المصنعة للقفازات من تيرول تريد حسب قولها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تدريجياً، لكن حتى تسانير لا يمكنه الاستغناء عن معادلة ثاني أكسيد الكربون. المهم بالنسبة لنا كشركة هو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي نطلقها باستمرار. لن نتمكن من بلوغ صفر انبعاثات، علينا أن ندرك ذلك، وكان علي أن أفهم ذلك أولاً. لكن في مرحلة ما، عندما نصل إلى مرحلة حيث لم يعد بإمكاننا تقليل الانبعاثات، فيتعين علينا إذن القيام بتعويض ثاني أكسيد الكربون. الشركة تقوم بالمعادلة من خلال دعم مشاريع حماية المناخ في جبال الألب والصين، إلى جانب إجراءات التقليل، وتكون النتيجة الحسابية هي صفر انبعاثات والحصول على علامة الحياد المناخي. شركة كلايمت بارتنر تمنح علامتها الخاصة لهذا الغرض. لكل شركة رقم تعريفي يعطي للمستهلك الفرصة لمعرفة المزيد عن مشروع الحياد المناخي. ما الذي تم إنجازه وتنفيذه بالفعل فيما يتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكيف يتم تعويضها؟ وما هي المشاريع التي يتم دعمها للحصول على أكبر قدر ممكن من الشفافية؟ هذه هي الخطوات التي تعود باستمرار، يجب على المرء تقييمها كل عام من جديد. معادلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان أخرى. على سبيل المثال، من خلال مزارع شمسية أو طاقة الرياح، تخلق اتفاقية باريس لعام 2015 مشكلة إضافية. بسبب اتفاقية المناخ العالمية، فإن معظم البلدان ملزمة بخفض انبعاثاتها الخاصة، ونظراً لوجود العديد من مشاريع المعادلة في بلدان يتعين عليها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فهناك خطر من الحساب المزدوج. إذا قام موفر تعويضات ثاني أكسيد الكربون الآن بتمويل نظام طاقة متجددة في بلد معين كالهند أو البرازيل، فسيتم احتساب ذلك كتخفيض للشركة أو المنتج. لكن من الذي يضمن الآن أن الدولة التي تحتضن هذا المشروع لا تحسب ذلك أيضا في توازنها المناخي؟ وهكذا يتم حساب التخفيض مرتين، وإذا حسبت التخفيضات عدة مرات، فيكون هناك خطر من أن نكون جميعا محايدين مناخيا بحلول عام 2050، لكن الانبعاثات الكربونية في تزايد. في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي الحياد المناخي إلى نتيجة متناقضة، ومع ذلك تعتبر الشركات العالمية أن العلامة تزداد أهمية،
ولكن ماذا عن الوعود المناخية التي قدمتها مؤسسات عالمية؟ قام خبراء من معهد نيو كلايمت غير الربحي في كولونيا بالتحقق من هذا الأمر. المعهد يطور أفكاراً حول تغير المناخ ويبحث في المفاهيم الحالية. كارستن فارنيك هو أحد مدراء الأعمال. في إطار الدراسة الحالية، قام هو وزملاؤه ببحث الالتزامات المناخية لأكبر 25 شركة في العالم. تريد الشركات أن تكون في وضع جيد وأن يكون بإمكانها مخاطبة مجموعات معينة من العملاء. الآن بعد أن أصبحت قضية المناخ على رأس جدول الأعمال، ثم نضع أنفسنا في موقف المستهلك ونقول حسناً، إذا ادعت الشركات ذلك فعليها ببساطة نشر المعلومات وإتاحتها للعامة. فارنيك يقول إنه إذا أعلنت شركة ما عن حيادها المناخي بحلول عام 2040 أو 30 أو حتى 25، فيجب أن يكون واضحاً كيف تنوي تحقيق ذلك، هل عن طريق تقليل انبعاثاتها أم فقط بالتعويض. وفقاً للتحقيقات التي أجراها معهد نيو كلايمت إنستيتيوت، هناك نقص في الشفافية لدى معظم الشركات. لقد وجدنا الكثير من المسائل السلبية، فالشركات استثمرت الكثير من الطاقة في الخداع والتستر وتقديم ادعاءات خاطئة. فمثلا هناك مصنعو أثاث يقولون إن الخشب الموجود في أثاثنا قد خزن الكثير من ثاني أكسيد الكربون، وهذا بشكل دائم، وهناك الكثير من الخشب في أثاثنا لدرجة أننا وصلنا لصفر انبعاثات في إنتاجنا. لكن إلى متى سيدوم هذا الأثاث؟ هل يمكن مقارنته بالشجر الذي قمت بإزالته من أجل صنع الأثاث والذي يخزن الكربون لملايين السنين؟ نحن نعرف جميعا أننا نغير أثاثنا هذه الأيام بسرعة، ولا يمكن العمل بهذه الطريقة. ولكن حتى المطارات يمكنها أن تزعم أنها حققت توازناً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كمطار هامبورغ، حيث تم تخفيض الانبعاثات بنسبة 80% منذ عام 2009. ففي المطار تعمل العربات الكهربائية فقط، وهناك محطة تدفئة وطاقة خاصة بالمطار، وهناك أيضاً كهرباء خضراء، لكن المطار يرى نفسه مسؤولاً فقط عن العمليات على الأرض وليس عن الطيران نفسه، وهذا قانوني، فالانبعاثات الناتجة عن الحركة الجوية داخل أوروبا يتم تغطيتها في الواقع من خلال تجارة الانبعاثات الأوروبية. هذا المثال يوضح أنه غالباً ما يكون جزء فقط من الشركة أو المنتوج محايداً مناخياً كالإنتاج مثلاً، وليس الخدمات اللوجستية أو المبيعات. واستعمال العلامة في السوق يبقى من مسؤولية الشركات. يمكن وصف هذا السوق بأنه غير منظم، لأنه تم إنشاؤه من قبل جهات خاصة ولا يخضع لرقابة الدولة ولا تنظمه الدولة أيضا. هناك معايير جيدة ومبادرات جيدة، لكن هناك أيضا الكثير من التجاوزات والكثير من الأشياء السيئة، ويكاد يكون مستحيلا على غير الخبراء أن يجدوا طريقهم في هذه الأدغال. بالنسبة للمستهلكين، فهذا يعني أن ما وراء علامة الحياد المناخي غالباً ما يبقى غامضاً. وهنا يترك المشرعون في الوقت الحاضر فجوات عديدة. في منطقة أيفل يتنقل زورين برونتكنز وابنه هندريك، وقد قام برونتكنز وفريقه بزراعة أكثر من 1,200,000 شجرة في جميع أنحاء ألمانيا في السنوات الأخيرة كإجراء لحماية المناخ. لابد من مراقبة حالة المناطق المشجرة بانتظام. انظر، إنها أول أشجار بلوط زرعناها على الإطلاق قبل حوالي 12 عاماً. أجل، حين كنت طفلاً كنت أركض هنا وألعب في القش، الآن لا يمكنك المرور من هنا.
إنها أقدم منطقة قامت شركة زورين برونتكنز بإعادة تشجيرها. في مكان ما هنا توجد أول شجرة ساعدت في زرعها، لا أعرف كم كان عمري، ربما 8 سنوات، لا أعرف، ولذلك فمن الجميل رؤية الأشجار هنا، لا سيما بعد نموها، هذا رائع. يعرف الاثنان أن غرس الأشجار وحده لا يساعد في تحقيق الحياد المناخي، لكن زورين برونتكنز يعتقد أن عدم القيام بأي شيء ليس حلاً أيضاً، وكل شجرة يزرعها تساهم إضافة إلى أمور أخرى في الحفاظ على التنوع البيولوجي. إذن نحن في بلانت ماي تري لا نملك الحل، ولا نقول إن زرع الأشجار سيجعل كل شيء على ما يرام. هذه مجرد خطوة واحدة نحو مستقبل أكثر قدرة وصحة. الطريق إلى مستقبل أفضل خال من ثاني أكسيد الكربون. ليست فقط الشركات والمؤسسات العالمية لديها هذا الهدف العظيم، بل أيضا دول بأكملها وفي أقرب وقت ممكن. وهنا بالضبط يرى خبراء كماتياس فينغباينر المشكلة. ضغط الوقت والرغبة في تحقيق مثل هذا الهدف العالي يمكن أن يؤدي أحياناً إلى عدم تنفيذ الإجراءات الصحيحة. إن شخصاً يقول إنه سيخفض اليوم وسيحاول أن يصبح محايداً مناخياً بحلول عام 2050 أفضل ممن يقول إنه سيكون محايداً مناخياً بحلول عام 2030، لكنه لا يعرف كيف ويشتري فقط شهادات. سيكون بناءً القول بأن هناك انبعاثات متبقية وأننا حددناها كمياً، وهذه هي الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع تقليل هذه الانبعاثات اليوم، ثم ننشرها بشفافية، وبعدها نحاول تحقيق الحياد المناخي بحلول الموعد المحدد، لكننا نضمن فقط خفضاً بنسبة 95% في الوقت الحالي، سيكون ذلك جيداً. الحياد المناخي هو مصطلح رئيسي في سياسة المناخ الدولية، ولكن بمجرد أن يبدأ تنفيذه على أرض الواقع يصبح الأمر صعباً. هذا له علاقة كبيرة بحقيقة أن الحياد المناخي هو في الغالب أمر طوعي وبالتالي غير منظم، وهكذا يمكن أن يصبح الحياد المناخي بالفعل خدعة.